الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربهم بغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وأسروا قولكم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه Yeah.
جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. تتشرف هذه اللجنة الملكية بتسليمكم في هذه الزاوية المباركة هذه الهبة الملكية الكريمة المخصصة لحفظة كتاب الله المدعوون لإحياء الذكرى 25 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه طالبين منكم كعادتكم إحياءها في جو ملؤه القرآن الكريم والصلاة على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الدعاء لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بالنصر والتمكين ولجلالة المغفور له الحسن الثاني صاحب الذكرى بالمغفرة والرضوان وجنات الفردوس وللأمة المغربية بالعيش في طمأنينة وسلام وازدهار ورغد في ظل العرش العلوي المجيد والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم أقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وأنبته اللهم النبات الحسن وسد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبارك في أسرته الشريفة. اللهم تغمد برحمتك الواسعة الملكين
الجليلين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، اللهم طيب تراهما وأكرم مثواهما، اللهم اسكنهما في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. السلام عليكم.